يا أهلا فيكم من جديد. تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروعا متكاملا لتطوير تنفيذ عقوبات الأحداث بدور الرعاية بديلا عن السجن، ومن المفترض أن يسهم في تطوير أساليب التعامل مع الأحداث الذين يرتكبون أعمالا إجرامية وإعادتهم إلى الطريق السليم. في جانب آخر، أقرت الوزارة الأنظمة واللوائح التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية، والذي أقر أخيرا على إيقاف أي موظف عام أو من في حكمه يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية. للحديث عن هذين الموضوعين، تطوير عقوبات الأحداث وكذلك القرار الذي نص على عزل الموظف المسرب للوثائق حتى انتهاء المساءلة، ينضم معنا في الاستديو القناة في جدة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا الدكتور إبراهيم الأبادي. دكتور، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور أنت وأخي خالد والمشاهدين الكرام. حياك الله معنا دكتور. بداية، يعني هل في حدود الشريعة يعني ما يتوافق أو مثلا صدر عبر الفقهاء كعقوبة بديلة وتأديبية؟ يعني لو تطلعنا على تاريخ هذا النظام أو القانون اللي سيتم سنه، يعني نتكلم عن الأحداث سواء كانوا من الذكور أو الإناث. شوف، الشريعة الإسلامية دائما تواقة إلى عدم العقوبة، يعني هذه قاعدة عامة. يعني حتى شوف الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، هذه برضو أيضا من القواعد العامة. غير الحدود المقدرة شرعا، تركت الشريعة الإسلامية للقضاء الاجتهاد في هذه المسألة، فللقاضي في كل مسألة من المسائل أن يوقع العقوبة المناسبة التي تردع هذا الشخص وتزجر غيره عن ارتكاب هذا الفعل مرة أخرى مهما كانت. يعني ليست العقوبات فقط اللي هي جلد وسجن أو غرامة، لا، هنالك عقوبات أخرى. يعني مثلا نحن في صدر الإسلام أيام عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت هنالك مثلا عقوبات خدمة اجتماعية، هذه تعتبر نوع من ليست، ما نقول إنها عقوبة بمعنى عقوبة، هي نوع من التأديب. تأديب ما دام أن الشخص، أحيانا بعض الأشخاص ينزجرون فقط بمجرد علمهم أن هذا الأمر أمر غير مناسب أو يخالف الشرع أو يخالف المجتمع أو العرف أو الأمور هذه كلها. طبعا وزارة الخدمة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حين المشروع ده كان مشروع قديم وحقيقة عملت عليه دراسات يمكن من أكثر من 10 سنوات. نعم. وأنا أقول تأخر كثيرا صدور هذا النظام، وإلى الآن طبعا ما صدر، إلى الآن هي مجرد يعتبر ما زال مشروع. الأحداث الصغار طبعا، يعني كل طفل من سن 7 سنوات من يرتكب أي فعل من الأفعال المجرمة، سواء محرمة شرعا أو مجرمة نظاما، كيف تكون معاقبته؟ هل مثلا نأتي بطفل عمره 7 سنوات ونعاقبه ونجلده، أو عمره 10 سنوات أو 12 سنة؟ طبعا النظام مش يقول، أو هنالك تعاميم عندنا بالنسبة للتعامل مع هؤلاء الأحداث. من سن 7 سنوات إلى سن 12 سنة لا يمكن إيقاع عقوبات عليهم. عقوبات طبعا يجب أن يؤتى بأولياء أمورهم أو القائمين عليهم، ومن ثم يعني تنبيههم أو توبيخهم أو إيقاع مثلا اللي هي لو أتلف شيئا فعلى وليه أن يكفل هذا الأمر أو أن يدفع ما أتلفه هذا الطفل، لأنه هو الذي طيب يرعاه وهو اللي واجب عليه محافظة. طيب يعني سجنهم في، يعني أنا أقول لك بس تدرجت إلى أنا طيب سجن أنا سجنهم في المسألة، أنا معك عشان ندخل في نعم في طيب سجنهم في دور الأحداث طبعا. يعني سجنهم في دور الأحداث، يعني معناته الآن بيكون في عقوبات نعم. بديلة عن أنهم يسجنون في دور الأحداث. وحنا ممكن ياما سمعنا قصص، يعني ربما أحداث كثيرة حدثت في دور الأحداث. نعم صحيح. شوف السجن بمعناه السجن الحالي، يعني دار الأحداث ليست سجن بالمعنى المفهوم الذي يعرفه كثير من الناس. سجن دار الملاحظة، يسموه دار الملاحظة الاجتماعية. دار الملاحظة الاجتماعية وهي دار له نظامه الخاص، كأنه بيت وعليه مشرفين ويعني وعليه رقابة.
الدار قد تحدث فيه إشكاليات، وهنالك طبعا نحن نقول الأفضل أن يكون هنالك عقوبات بديلة. ليش؟ لأن أنت بتجمع مجموعة من الأشخاص قد يكونوا منحرفين سلوكيا، أو عندهم عدم انضباط في مسائل السلوك، أو عندهم دوافع، أو مثلا عندهم اندفاع لناحية الجريمة، فبالتالي من يدخل سيتعلم فبالتالي أيهما أولى؟ أن أعطي أن مثلا أجعله في هذه الدار يبقى فيها ثم يتعلم بعض العلوم يعني التي تسيء له وتسيء للمجتمع، أم أنني أخرجه للمجتمع ومن ثم أعطيه بعض المهام التي يتعلم منها؟ كمثلا السارق، من سرق سرقة غير حدية أو لا ينطبق عليه الحد، إيش أسوي له؟ أخليه يروح يعمل، أشوف له مجال وظيفة يعمل، أو أشوف له مورد دخل، تعال يا ابني مثلا ادخل المؤسسة الفلانية واعمل فيها بأي طريقة. صحيح نحن الأطفال الصغار لا يمكن تكليفهم بأعمال مهنية قاسية، لا، لكن مثلا تعال خذ الأوراق هذه كنوع صور اعمل يعني، ويستفيد منها، منها اجتماعيا، يتدرب على مسائل العمل. طيب هذه نوع من انواع العقوبات. طيب البديهية، بتكلم عن العقوبات البديهية، بس الاحداث يعني صغار السن اللي قلت من 7 سنوات الى 13 سنة تقريبا من الذكور والاناث، يعني يمكن في هناك اجراءات كثيرة في التعامل معهم، نقلهم، التحقيق معهم، هم عادة ما يكونون في مثل هذا العمر عرضة يعني للاستغلال. لو تعرفنا قانونيا على الاجراءات المتبعة مثلا من بدء القبض عليهم، على القبض على الحدث. نعم، شوف، لا يمكن القبض على الحدث بدون وجود ولي أمره. يجب أن مثلا إذا ارتكب هذا الحدث، من هو الحدث في النظام؟ من لم يبلغ سن 18، أي شخص في خلال هذا في السن هذا من لم يبلغ سن 18 فهو من الأحداث. الأشخاص هؤلاء الأحداث لا يمكن إيقافهم على الإطلاق إلا بأوامر محددة، ولهم نظام في الإيقاف، ولا يوقفون إلا في دار الملاحظة فقط. الشرطة لا تستطيع، جهات التنفيذ لا تستطيع، هي التحقيق ولا أي جهة كانت، هنالك أوامر ملكية صادرة بهذا الشأن. ماذا نقول؟ كيف يمكن القبض عليه؟ يمكن القبض عليه يجب أن يكون بحضور والده، بحضور الجهة المختصة لرعايته وهي دار الملاحظة الاجتماعية، ولا يمكن أيضا حتى سؤالهم أو التحقيق معهم إلا بوجود تقرير عن حالة هذا الشخص، هذا الطفل، هذا الحدث. يجب أن يكون هناك تقرير من الأخصائي الاجتماعي في دار الملاحظة الاجتماعية، هل يمكن التحقيق معهم أم لا؟ ولا ينفرد المحقق مهما كانت الجريمة، لا ينفرد المحقق بالتحقيق مع هذا الدحيح. حتى لو تجاوز 12 حتى 15 16 17 سنة لا يمكن الانفراد، لأنه لهم نظامهم الخاص. تعرف هذول يعني أحداث صغار في السن يتأثرون، ليس لهم إرادة كاملة، فبالتالي يجب أن نحافظ على حقوقهم، وهذا حق من حقوقهم، كفي لهم النظام. أيضا كمان في مسألة أخرى، نحن نقول فقط نحن أساس نظامنا إيش هو؟ الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية ماذا قالت؟ أن هؤلاء الأطفال يجب أن يعاملوا في مسألة التمييز، ولا يمكن مساءلتهم ولا إقامة حد عليهم ما لم يبلغوا. وحددت طبعا الأنظمة سن البلوغ المفترض اللي هو سن 15. فمن يرتكب أي جرم من الجرائم لا يجب إقامة عليه بعض العقوبات أو الحدود أو الأمور هذه. طيب، فبالتالي لهم استثناءات. مكان إيقافهم، خلي بس أقول لك عشان هي مسألة العمر، مكان إيقافهم طبعا كما قلنا اللي هو الدار، يعتبر الدار وليست سجنا. ولا يمكن نقلهم إلى السجن حتى لتنفيذ أي عقوبة من العقوبات. إذا كان هنالك عقوبة تقام عليهم هناك في ذلك المكان، أو كما نص عليه الحكم. جميل. طيب، أيضا مسألة أخرى، شوف المراعاة في مراعاة لحالهم في مسألة العقوبات، يعني هنالك قاضي خاص بهم للأحداث، لهم قاضي خاص. هذا القاضي الخاص يذهب إليهم في الدار ويبحث قضاياهم وينظر قضاياهم ويصدر أحكام عليهم في مكانهم، إلا طبعا بعض القضايا الموجبة للقتل أو للقطع أو بعض هذه الأمور، هذه مستثناة من القاعدة. طيب واضح يا دكتور، ونتمنى الحقيقة أن يشرح هذا النظام
نظام العقوبات البديلة للأحداث، يعني تكدست دور الأحداث بهؤلاء صغار السن. ممكن نسمع عن قصص كثيرة لبعض الأشياء اللي قاعدة تصير في دور الأحداث، فنتمنى أن يكون فيه يعني إعادة نظر وتفعيل حتى الموضوع العقوبات البديلة، وكذلك تفعيل المتابعة والمراقبة في دور الأحداث على وجه التحديد. طيب دكتور، خليني أنتقل لموضوع ثاني ما يتعلق بالوثائق، يعني أو نشر الوثائق وتسريبها اللي أعلن عنها، يعني عندما يقوم موظف الدولة بنشر أو تسريب هذه الوثائق. نبغى نتكلم قبل ما نتكلم عن العقوبة عن خطورة هذا الموضوع، يعني والضرر اللي يمكن يحدث بسبب تسريب وثائق حكومية. شوف، الوثائق المقصود بها يعني ليست أي وثيقة. في بعض الوثائق يعني مفتوحة لأي شخص له حق الاطلاع عليها، لكن المقصود بها الوثائق السرية فقط. هذا النظام اللي هو الذي صدر بموجب المرسول الملك رقم 35 عام 32 هجرية، ماذا قال هذا النظام؟ النظام ذكر ونص على أن إفشاء الأسرار، هذه المستندات التي تحوي أسرارا خاصة بالدولة، وإفشاء هذه الأسرار يضر بأمن البلاد وباقتصادها وبشأنها الاجتماعي. سواء هذه، نحن نقول هذه الوثائق السرية عشان بس نعرفها للناس. هذه الوثيقة السرية يعني قد تكون صادرة من الدولة، وقد تكون وردت إلى الدولة. يعني لا يكون الواحد يقول لا، هذه وثيقة ما هي خاصة بالدولة. لا، تقصد أي جهاز؟ تقصد أي جهاز الدولة؟ أي جهاز حكومي في الدولة، أي وزارة، أي هيئة حكومية كذلك، أي جهاز. أي جهاز حكومي. فبالتالي تسريب هذه الوثائق حقيقة، شوف نحن وسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة الآن عجت وضجت بكلام كثير، يعني وكثير مما يتناقل في هذه الوسائل. نقول 70% وفق الإحصائيات كلها إشاعة. أحيانا تجيك مثلا، نحن نشوف مثلا تعميم صادر مثلا من الوزارة الفلانية أو الإدارة الفلانية، ويكون عاملينها بطريقة فوتوشوب. وهذا يعني تداول مثل هذه الأمور يوجب عقوبات. هنا يتداخل نظامين في هذه المسألة. وأنا حقيقة أحب أن يعني أنبه السادة المشاهدين الكرام إنه الوثائق هذه إن كانت صحيحة فلها عقوبة، وإن لم تكن صحيحة أيضا لها عقوبة، اللي هي ينطبق عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. أن ننشر شوف نشر الكلام الغير صحيح أو الذي يضر بالمصلحة العامة أو بالأمن الوطني أو حتى يضر بالأشخاص، الأشخاص بأشخاصهم المنفردين، أيضا هذا النظام نظم هذا الأمر وجعل أن هنالك من ينتهك هذه الخصوصيات. عليهم أيضا عقوبات. نرجع مرة ثانية عشان بس حبيت أربط بين النظامين، اللي هو نشر الوثائق اللي هو ما يخص الدولة. نعم، كم دقيقة عندنا عشان بس كلام طويل في الموضوع؟ وقتنا خلص، بس أنا أبيك تختصر لي إياها باختصار، يعني العقوبة اللي تطبق على من ينشر وثائق. يعني شوف، العقوب نعم، من ينشر وثائق 20 سنة سجن. تخيل 20 سنة، إضافة إلى العقوبة المالية التي تجاوز 10 مليون ريال. يعني عقوبة كبيرة. ومن يتعمد نشر هذا ويكون له ارتباطات لمخططات تتضاعف عليه العقوبة. يعني أمر يعني لا يمكن، يعني يجب التنبيه عليه. أيضا حتى من يتعامل في مسألة لو كانت الوثيقة غير صحيحة عليه 5 سنوات سجن و3 مليون ريال غرامة. شكرا دكتور إبراهيم العبادي على هذه الإضافة القانونية والتوضيح، الله يعطيك العافية. الآن يمكن عندنا فاصل قصير، وبعد الفاصل سنعود لكم.